شوف يا معلم هسه كيف دفقعكو هند لون كرت كرت. بس دقيقة يا شباب. ألو شو بتقول؟ خليك مكانك أنا هيني جاييك. أنا بالإذن يا شباب لازم أروح. بالليل قداحتك أنت جدك ترجع لي القداحة؟ قداحتك ها؟ أنت كيف مش حرامي قداحات؟ أهلا وسهلا فيكم يا جماعة برنامج غرام عجيب. أستاذ شو شعورك في هذا العمل الكبير؟ صراحة أنا في قمة صدمتي، أنا أول مرة ترجع لي قداحتي. مسك المايك. والصراحة كنت متوقع 10 قداحة هسا. فعلاً صدمتني أنت صدمتك. خلاص مش كاتب لي. شكلها. كان معكم أبو دالة أبو طلال بدور على كبسة البلاي ببرنامج غرائب عجائب. 5 ليرات. ده هو بدأ الدخان عمي. ألو. بس ده حاسب اعطيني. اسمع محفظتي بالسيارة حاسب وانا بعطيك. طيب ابو علاء من امريكا من امريكا. صاحبي دقيقة بس. تفضل. شو هدول؟ هدول المصاري اللي دفعتهم بالسوبر ماركت. جد؟ يعني انت ما كنت دخل تنصب علي؟ لا. استاذ الكريم شو شعورك بالمناسبة السعيدة هذه؟ ابو طلال سلك لي السلك من عندك. قول لي شو شعورك بالله؟ يعني انا جد ما كنت متوقع ابدا انه يرجع لي اياهم. ما توقعت منه. استاذ انت شو اللي صار معك؟ كيف قدرت انك ترجع له المصاري وما تنصب عليه؟ انت من وين جيت؟ استاذ احنا بنغطي السبق الصحفي، بنغطي شو اللي موته؟ بتلعب الو وينك يابا؟ والله هيني عند محمد قاعد بدرس. تدرس ولا بتلعبوا؟ لا لا شو بلعب. طيب يلا اقلب وجهك وروح. خلني بس العب بس احل هالمساله. بقول لك اقلب وجهك وروح. يلا ماشي. يلا باي باي. يا اخوان ابوي قال لي باي. اقسم بالله قال لي باي. سمعته قال لي باي. يلا كمان مرة عن زين مشاهدين فرحة الشباب ابوك كمان كونجراتوليشن ابوي قال لي باي. شو شعورك استاذ؟ بحيي كل الابهات كل الابهات. ابوي قال لي باي. ابوك قال لي باي. يا زلمة ابوي قال لي باي. ابو طلال ركز معي. ابوك هينا ماله. شو لسه ما قمتي تلبسي؟ 5 دقائق بكون جاهزة. خلينا نشوف ال5 دقائق تبعتك هاي. أنا جهزت. لا 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 مش معقول ب5 دقائق صرتي جاهزة؟ مستحيل. أبو طلال الحج كونجراتوليشن أستاذ. الله يخليك يا رب. كونجراتوليشن. أنا يا ساتر. فشو رأيك فيه أستاذ؟ والله أنا جدا مبسوط بهذا الإنجاز وإنجاز عالمي لا يتكرر صراحة. كمل كلمة للكاميرا. يعني إنجاز مش طبيعي. شكرا أنا البندورة الحمراء مجروعة بين الخضرة تاكل مني لا تشبع. شب بسم الله الرحمن الرحيم. لا تكسير يا أمبا. شو اللعبة اللي بتعملوا هاي؟ بلعبي لعبة بندورة. بندورة اللي تفغصك إلهي. قرب قرب بدي اعترف لك اعتراف يا أمبا. بدي تتجوزي؟ هو أبوك خلى الوحدة اللي بتتجوز. لا يا أمبا بعطيك حقك. شو هدول يا أمبا؟ ورثة أبوي؟ هو ترك لنا إشي أبوك اللي مصنن وراه. هاي عيدياتك كنت حوشتك إياه وأنت صغير. يعني أنتِ ما كنتيش حرامية وتصرفي مصاري العيديات كنت تحوشيهم؟ لا حبيبي مش حرامية، أنا كنت بحوش لك إياهم وهذول زيادة 5% فائدة. يما الدحسنين بالعالم، بكل العالم الدحسنين. أعزائي المشاهدين كما نرى في زمن ولت فيه المعجزات تقوم الأخت الناجي بترجيع أبو طلال معي بترجيع العيديات لابنها متعب. أستاذ متعب ولا شو شعورك؟ يعني والله أنا كثير مبسوط وجد يا شباب في كل الأبناء في أمل لأنه ممكن أمهاتكم ترجعلكم العيدية زي أمي. والله يا أختي الناجي نفتح نكون ناخذ القامة كلاسيك. السلك ما وصل أبو طلال. كمل أستاذ متعب. أبو طلال لو سمحت ما تصور صورة بالمناسبة السعيدة هاي لازم نوسخ العدد. يما صورينا سيلفي. بس عادي يا شباب انه ما تصبرش اول مره بتعرف لما تعرفوا يصوروا. يلا يا شباب سيلفي صوره. شوف لي يا زطه. شوف هلا اكيد رح نعيدها يا جماعه.
امي صورت صورة سيلفي وزادت من اول مرة. لا يا اخي مستحيل، ابو طلال فوق الكاميرا. زقف يا ابو الشباب، حدث تاريخي اخر، لاول مرة ام تبقع صورة تطلع واضحة، هذا حدث لا يصدق. والله اصور واصفق. يا جماعة مش انا اللي صورت الصورة منيح، بس هذا تليفون هواوي النوفا 3i، كاميرته السيلفي مش طبيعية، حتى الحجة بتطلع السيلفي معها حلوة. بس ما تقلهمش، هواوي نوفا 3i أفضل تليفون لتصوير السيلفي.